السلام عليكم ورحمة الله، معكم إيمان مستعد ورجعت لكم في هذا الفيديو الجديد اللي كنتمنى من الله يا ربي أنه يلقاكم دائما وانتم في أحسن أحوالكم. فيديو جديد، موعد جديد، ولقاء جديد. الغزالات ديالي رجعت لكم في فيديو جديد. هذا الفيديو البنات هو اول فيديو كان نصوره من بعد العطله، لان الفيديو اللي فات كان قبل من العطله ديال المولد النبوي، غير باش تعرفوا. كنبغي نقول لكم توحشتكم بزاف، وكنبغي نقول شكرا للناس بزاف اللي سولوا عليا وقالوا لي فين غبرتي. كنا حنا ديما خاصنا شي سبه علاش نرتاحوا. كانت فقط العطله ديال المولد، ولو انها كتكون فيها غير يومين، ولكن مهم تعطلنا شويه. وحتى مع كندير الاصلاحات لواحد المحل ديالي، هذا علاش كاين شويه ديال الروتار. بالنسبه للناس اللي كيسولوا، شكرا بزاف 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 لكم. وبالنسبه للناس اللي متابعيني على الانستغرام، شكرا لكم. كنبغي نشارك معكم الناس ديال اليوتيوب اللي عندي في اليوتيوب هذه الفرحه ديالي، وانني وصلت 53 كا. هو انا كنت لونسيت لكم بانني وصلت 50 كا، ولكن حاليا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن 53 ألف متابع على الانستغرام. عدد ماشي بالسهل، تقريبا هو ماشي نصف ديال المتابعين ديال القناه، ولكن نقدروا نقولوا تقريبا، لان القناه ما شاء الله واصله 120 ألف. فالحمد لله، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. الانستغرام حتى هو مهم انه يطلعوا لك فيه المتابعين. علاش؟ لان كتكون بالاخص ملي كتكون بحال الشكل ديالي، يعني الحمد لله ربي كيشهد انني عمري ما درت له لا تسويق ولا اعلان ولا اشهار ولا حتى شي حاجه، معني ما درتش دوك المسابقات اللي كيديروا الناس باش كيطلعوا الصفحات الانستغرام. الحمد لله بفضل الله تعالى، ثم بالمنتوج اللي كنحط لكم، والحمد لله اللي كيلقى تفاعل من عند الناس. هذا علاش كانوا عندي الحمد لله متابعات كثيره، وان شاء الله حتى هو كنطمحوا من الله، كنتمنوا من الله، وعندنا طموح اننا نوصلوا فيه حتى هو ل 100 ألف متابع بحال القناه. الحمد لله ان شاء الله، وعلاش لا، ونوصلوا حتى للمليون. ولو ان المليون شويه صعيبه، لكن حتى شي حاجه ما هي صعيبه عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي مازال ما التحقتش بينا الانستغرام، تمشي الانستغرام باش غينفعك. الموديل اللي كتشوفيه قريب، كيف كنقولوا التصويره، انا دائما نتوما كتعرفوني في الفيديو ديالي راني كنقرب لكم الماكسيموم باش كتشوفوا لي ديتاي، ولكن في الانستغرام عاوتاني كتشوف الصوره ديال البرودوي كامل، ديال الجلابه ولا ديال القطن، كتشوفي الصوره كامله مكموله. والحمد لله كان دائما كنحطوا لي موديل كيلقاو اعجاب وتفاعلات من عند الناس. شكرا لكم بزاف، انا فرحت بهذا العدد اللي وصلت لي الانستغرام، وان شاء الله علاش لا، كيف ما قلت لكم، نوصلوا حتى ل 100 كا في الانستغرام بحال القناه. هذا بفضل الله تعالى، ثم بالدعم ديالكم والمسانده ديالكم. اما بالنسبه غندخلوا للفيديو ديال اليوم. كيف ما شفتوا من العنوان، واحد الجلابه راه دايره البز صراحه، في ما كنلبسها كنلقى بزاف ديال الميساج. انا غنطلعهم لكم دابا تشوفوهم، البعض منهم ماشي كلهم، شوفوهم دابا ونكملوا. كيف ما شفتوا الغزالات ديالي، كاين عدد كبير من لي ميساج، هادو فقط غير اللي قدرت انني نلتقط لكم بسرعه. الناس كيطلبوا يشوفوا هاد الجلابه، ولو انني مرارا دوزتها في الفيديوهات ديالي كنكون غير لابساها. هاد المره بغيت نقربكم ليها، علاش؟ باش ما يمكنش، واخا يكون غير تعليق واحد ما يمكنش تهم ليه، فما بالك هاد الناس كاملين اللي كيسولوا عليها. انا غنوريها لكم اون ديتاي باش هكا تعرفوا كيفاش راها مخدومه. هذا من جهه، من جهه اخرى الناس اللي عشقوا اخر موديلات كنت صايبت، اللي هما هادو غتشوفوهم دابا على الصور.
كيف ما شفتوا هاد لي موديل البنات فيهم دو بياس وفيهم اللي جلابه بوحديتها. هادو البنات كانوا لقاو اعجاب من عند الناس بزاف، وبزاف الناس كينتظروني انني نعاودو ليهم. فبغيت نقول لكم باللي انا جبت المليفه وغادي نشارك معكم الالوان اللي غنخدم لكم في هاد الدو بياس. هذا بغض النظر على النواغ، لان النواغ تبارك الله وما شاء الله راه كاينه فيه كمية كبيرة اللي غتكون في المليفة وفي الكخيب، لان النواغ تبارك الله يعني تخدمي فيه اللي خدمتي ومازال كيكون عليه الطلب. فغيكون نواغ زائد هاد الالوان اللي غنشارك معكم اليوم. اللي بغات تحجز اي لون فما عليها الا ان هاد لي سكرين ودوز عندي واتساب، هكا غيتخدم بالعبار ديالها ان شاء الله اكزاكت. بالنسبه للشق الثالث في الفيديو ديال اليوم، وهو جليبات ديال البرد اللي بزاف كيسولوا، ولو اننا في المغرب نطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه يرحمنا بالشتيوة. صراحه حنا مازال عندنا الحال سخون، ولكن ان شاء الله خير، نترجوا من الله خير ان شاء الله والامور ترجع للطبيعه ديالها. بالنسبه للناس ديال الجاليه اللي كيسولوني بزاف على جليبات البرد، راه كاينين جليبات ديال البرد اللي غادي يكونوا باثمنه مناسبه، وكيف ما تعودتوا مني شي حاجه اللي راها ما دايره، شي حاجه سبور كاين المعلم، وكاينه شي حاجه اللي سبور اللي غتلبسيها بوحديتك كيف ما مولفين، وبثمن جد مناسب اللي غيكون مشجع باش هكا تقدري تاخدي جوج جليبات واكثر. هادشي اللي بغيت نقول لكم اليوم ابتداء من الفيديوهات المقبله. غادي تشوفوا من عندي ان شاء الله، غادي نبدا نحط لكم جلالة البيع ديال البرد اللي راني خدامه لكم فيهم، وحاولت انني ندير لك ليهم ثمن مناسب هكا باش تقدري كيف ما قلت لك نرضيو كاع الفئات وتقدري تاخدي حتى جوج جليبات. بالنسبه للسؤال اللي دائما كيتطرح لينا، حنا كاينين في تارودانت وكنديروا التوصيل لجميع الدول وجميع المدن، كتوصل عندك حتى لباب الدار عبر الامانه. كيفاش كديري سكرين كدوزي عندي واتساب، كنتعاودو نتاكدو من العبارات، ومن بعد كنعطيك كونط بونكير ديالي اللي انت كتديرسي فيه لافونس اولا، ما عنديش مشكل، يا اما لافونس يا اما المبلغ كله على حسب، المهم ضروري كتصيفطي لافونس. عاد حنا كنصيفطو لك ملي كتعطيني العنوان كنصيفط لك حتى لعندك. علاش؟ لاننا كنخلصوا 50 درهم على الامانه، فضروري ما يمكنش انك تصيفطيها بلا ما تكوني واخده فيها الافونس، هكا على الاقل كتضمني غير الترونسبور ديالك. حتى لهنا طولت هذا الفيديو اليوم، ولكن فيديو اليوم ضروري كان فيه هاد النقط خاصني نشير ليها، وتوحشتكم اصلا شحال هادي ما دويت معكم. يلا البنات نشوفوا الجلابه كيفاش تخدمات، وغنقول لكم حتى الطريقه كيفاش غتخدموها، راه ساهله، راه غتشوفوها غتقولوا اشنو هادشي، ولكن الطريقه باش تخدمت هي اللي خلاتها تبان ديك الطريقه ما هي، راها سهله 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 بزاف بزاف بزاف، وتقدري ديريها غير هي. هاد انا كنت كنخدمها للبيع هاد لا بوند هادي اللي غتشوفوا دابا، ولكن راه ما بقاتش، يعني الا قدرتي لقيتيها في بلاصه اخرى الله يسخر يا ربي. اذا الجلابه هي هذه، نجبدها واحد لكم ديالها حيت كنت لابسه. هانتم الجلابه كتبان لكم بحال هكا، في الفيديو كانت كتعجب بزاف الناس، هانتم شي في الفيديو كتبان بحال هكا مع النوار حتى هو كيلعب دور خطير. كيفاش تخدمات هذه البنات؟ واحد لابوند شفتوها ها هي بوند هكا دايره فيها بحال شكل لي بايات صغيورين، نحاول كاع نوريكم في الكم باش يبان لكم اكثر. ها هي البنات شفتوا فيها هاد لي بايات صغارين. شنو درت ليها انا؟ خديت تقريبا هنا متر ونص، كفاتني متر ونص، كتقطعيها وخدمتها مسدوده من القدام كيف ما شفتوا، خدمتها هكا كتلصقيها، كتمونطي الجلابه عاديه، صاله كانت فيها مخزنيه وكتمونطيها عاديه، وكتجي حتى الجنيبات وكتدوريها بالمهرس. هانتوما المهرس انا خدمت به اللون في اللون باش جات انيقه وجا ستيل ديالها زوين. شفتوا هذه صراحه انا كنلبسها كنحمق عليها، وكنلبسها بزاف كنحط عليها بزاف بالاخص في الصخره، كتعجبني لانها كتكون براتيك وسهله سهله في عمليه، والفولارات كتلعبي بالفولارات كيف ما بغيتي فيها. شفتوا كلها دوزت ليها المهرس سهله، ممكن اي يعني نتوما تاخذوا الفكره على اي لابوند عندكم لقيتوها مثلا كتباع، غادي تاخذوا عليها الفكره وغتطبقوها.
يعني ماشي بالضروري انكم حتى تلقاو هذه. انا صراحه ما بقاتش عندي، كنت لبستها وكانوا كوموندوها الناس من فوق ظهري، يعني الناس بغاوها كيف ما شافوها بغاوها، وكنت خدامتها لبزاف ديال الكليانات، ولكن صراحه ما بقاتش ليا. بالنسبه للمهرس الماتسونو كامل داير بالجلابه من الجناب، شفتوا كلها كانت دايره الفتاحي في الجناب ضروري لانها مخزنيه. جات جلابه فنه راقيه، وكيف ما قلت لكم خذوها فكره، اي بوند لقيتوها زوينه يعني ناسباتكم فغير ماريو معها التوب، اللون ديال التوب، وخدموها. القب حتى هو كيكون دوبل على من هنا ومن هنا، صافي البنات سهله بسيطه. والفولار كيف ما شفتوا راه كنت كندير معها الفولار في الالوان، كيجي الشكل ديالها زوين. هذا بالنسبه للطلب ديالكم اللي ما نقدرش من طبيعه الحال نردو في وجهكم الصحه والراحه. بالنسبه للعاشقات ديال الدو بياس اللي كنت حطيت اخر مره وكانوا بغاو الناس وكانت تباع، ها هو البنات راني وفرت لكم هذاك اللون اللي كان عجبكم، راه كان كان تبارك الله اللي دخلت عندي واتساب كدير له سكرين وكتبغي هذا اللون غتكونوا عرفتوه، وخداتو من عندي واحد الكليانه ديالي لرقية، اكيد غتكوني كتشوفي في لا فيديو ديالي اللي راها من الدار البيضاء، هي اللي خداتها بالصحه والراحه، وكانوا جاوني عليها طلبات. هذا علاش انا جبت لكم البنات اللون، ها هو راني جبته لكم. كاينه المليفه اميره، شوفي معايا المليفه كيفاش دايره، شفتي المليفه اميره مع دومي سوا كاينه في هذا اللون، وكاين حتى في هذا البنات غادي نماريو مع هذا غيجي مع الفن، هذا الفيغ او شفتو، هذا الفيغ او. هادو بالنسبه للدو بياس، بالنسبه للاخوات اللي بغاو هذاك الموديل اللي شافوه في الدو بياس. غنشوف لكم غير الوجه لان المليفه كتكون طويه على ظهرها، هكا كنبغي نوريكم الوجه باش كيبان لكم الثوب، شفتو حتى هاد لو ميكس هذا غيجي زوين. بالنسبه لهذاك الموديل اللي شفتو اللي كيكون ديال السفيفه عريضه سنسول وزواق ديال المعلم، بالنسبه للون الثاني هو هذا البنات، وهذا غندخل لكم معاه البلون كاسي اللي غادا تبغيه غيدخل ليها معاه البلون كاسي. هذا واحد السومو غزال، واحد السومو فن، شوفوا معايا واو كيحمق. مليفه اميره طنجه، شوفوا معايا البلون كاسي الا دخل ليه، شوفي معايا الا دخل ليه البلون كاسي كيفاش غيجي، راقي بزاف بزاف غيجي فن. كاين هاد اللوينه البنات، والبلون كاسي هنا حتى هو راني خديته لكم بالنسبه لواحد الموديل انا غنحطو لكم دابا في الصوره، كنت حطيته في الانستغرام وكنلقى اقبال تبارك الله من عند الناس. حتى هو هذا اللي كتشوفوا على الصوره راني غنخدمو لكم حتى هو. انا جبت لكم بلون كاسي ديالو، شفتوا هادو البنات البلون كاسي غيكون فيه خمسة ديال البياسات، خمسة ديال البياسات في البلون كاسي في هذاك الموديل، والبيج بالدرجات ديالو. المهم بلا ما نحاول انني دغيا دغيا باش نطولش عليكم الفيديو، البيج بالدرجات ديالو، المنيفه كطوى على الظهر، داكشي علاش كنقلب لكم على الوجه ديالها، شفتوا هذا بيج كريمي، وهذا حتى هو هذا نقولوا نقدروا نقولوا بلون كاسي هذا، وهذا هو اللي بيج كريمي. هادو غادي يكونوا دو بياس، شفتو فن. هذا مازال ما اختاريتش لي شنو غادي نميكسي معاه، المهم الى عجبك غادا تقولي لي شنو غتميكسي معاه، سينو انا غادا نتكلف. هذا البنات سيترون، علاش هاد الالوان البارده؟ حنا غنشوفوا الالوان الغامقه ديال الفصل الشتاء، هاد الالوان كيكون عليها طلب، كيكونوا هكا عريسات، كيكونوا حاجات اللي كيبغيو هاد الالوان البارده. راني ما نسيتكمش، شفتوا هذا السيترون غزاله، هذا فن فن، وكنفكر ان هاد السيترون نخدمو اللون في اللون باش يبقى هكا يدب ويبقى ديال شي حاجه هكا ديال النخوه. نبداو في الالوان الغامقه قبل بعدا نعطيكم الكري بالدرجات ديالو. النواغ كيف ما قلت لكم راه غيكون البنات بالدرجه النواغ غيكون بالكونتيتي ان شاء الله، كي غيكون نواغ في النواغ ونواغ بالالوان. شوفي معايا هاد الكري حتى هو شحال فن. هادو دابا البنات اللي غنبدا نوريكم هادو غيكونوا غير ديال اون سول بياس، يعني ماشي دو بياس، هادو
غيكونوا اللي كتكون فيهم السفيفه عريضه. مهم هذا الموديل هذا اللي ديجا عجبكم وبغيتو، هذا قري شويه مغلوق عليه، شوفوا المنيفه في الظهر ديالها، ولكن داكشي علاش انا كنحل لكم باش تشوفوا الوجه ديالها، كتكون فيه واحد لابغيونس غزاله نتوما باش تشوفوا مليفه طنجه. هانتوما غادي يجيكم غادي غتبان لكم مقلوبه يمكن في التصويره. هانتوما اميره نحاول نقلبها لكم، شفتوا ما عرفتش واش غتبان لكم، لا غير خصني نقلب لكم التصوير باش تشوفوها. ها هي اميره، شفتوا مليفه اميره، ها هي يعني ديال طنجه، شي حاجه ما ندويش على الكاليتي فيها. النواغ فيها غري تبارك الله ما شاء الله، النواغ فيها غزال، شوفوا النواغ كتير، واو يا سلام سيد الالوان طبيعه الحال. شوفوا معايا هاد البلود جين اللي جبت حتى هو كيفاش داير، هذا شوفوا هادشي بشحال فن، واو غزال هاد البلود جين هذا، يقدر يدار فيه واحد الغوز، واحد الدرجه من الغوز كيجي يا سلام، تا هو فنه غزاله مليفه صراحه، الالوان اللي كيكونوا فيها روعه صراحه. هذا واحد الدرجه من الفيغ رويال، هذا فيغ رويال، شوفي معايا خضر ملكي تا هو شحال فن غزال. غنشوف واحد الفيغ حتى هو كيفاش داير، هذا فيغ رويال، شفتو كنحاول نزرب لكم وندوز لكم غير شي حاجه ماشي كلشي، وشي لاخر خلوه مفاجاه. والناس اللي بغاو الانستغرام يدخلوا الانستغرام ويشوفوا البياسات ملي غيوجدوا محطوطين صور، واو 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 واعر مارون، شفتو الالوان كي دايره كتحمق كتحمق تبارك الله، والجوده كاليتي. هذا معشوق العيالات، هذا بطبيعه الحال، هذا ميمكنش حطي هذا وما يمشيش تبارك الله، البلوغوا يا سلام روعه، بلوغوا تا هو فن صراحه. الالوان المنيفه كلهم غزالين، شوفي معايا لو فيرجين كيفاش داير، شوفي شتي الالوان ديال دابا ديال فصل الخريف والشتاء، لوبيرجين تا هو خطير صراحه كيحيرو. هذا البنات داك البلو مارين اللي كنت حطيت تا هو وكنت مريته مع الغوز راه تباع، تا هو كنلقى راني جبتو ليكم، شفتو غير هذا واحد شويه واحد الاختلاف بسيط على الاخر، شفتو الالوان ديال المليفه روعه روعه روعه. شوفوا معايا هذا الكاموني، هذا انا كنحمق على هذا النوع من الالوان اللي كيكونوا ترابيه، شفتوا هذا كاموني غزال حتى هو، وهذا الشيء بطبيعه الحال ملي غيتخدم عاوتاني غيولي شي حاجه اخرى. شوفوا معايا واحد الكري صراحه عجبني، شوفوا حتى نتوما غيعجبكم، واحد الكري داخل فيه واحد الكري وغالب فيه واحد بحال الموف، كيعطي بحال الغوفله ديال الموف، شفتوا غزال، شوفوا الجوده ديال التوك كي دايره تبارك الله ما شاء الله، شوف شتي فن. وهذا عندك هذا وهذا البنات، زيد واحد شويه زيد واحد شويه على الاخرين في هذيك لابغيونس اللي فيه، واحد شويه طالع عليهم هانتوما، ها هو شفتو شوفو هاد الخضير هذا بحال شكل الخزي، شفتو راه طالع واحد شويه فيه البريون، واحد شويه على المليفه الاخرى، هي تبجو تا هي اميره طنجه هانتوما ديال اميره، شفتو ها هي ولكن ما عرفتش هذا واحد شويه كي كنقولو كيضرب كيشقشق واحد شويه. شوفوا معايا هاد الفيغ تا هو، واو المهم غنحاول انني نكتفي بهذا القدر، والشي الاخر ان شاء الله غتشوفوه معايا في الانستغرام ولا حتى في اليوتيوب، هنا غادي نصور لكم سواء اللي غتاخذ شي حاجه او لا اللي غادي يكون ديال الطالع ديال البيع. شوفي معايا هاد الخضيضر يا سلام فن، هما مدخلين ليه في هاد لابوند هادي واحد الشكل بحال لورانج زعما الا بغيتي تماريه معاه، ولكن انا الصراحه مازال ما عرفت شنو غندخل فيه،
نخليوها مفاجاه ان شاء الله للفيديوهات المقبله. الكرونا بطبيعه الحال هذا اللون حتى هو اولا البوردو، هذا اللون هذا حتى هو كيبغيوه الناس، حتى هو كيجي زوين هذا البوردو، غير هو هنا في التصوير كي جاني فلاشي. وهنا كاين الموف الجين، المهم هذا الشيء شفنا تقريبا شفنا بحالهم تقريبا. تن هنا البنات غنبغي نحبس لكم فيديو اليوم لانه غنطول عليكم، ان شاء الله غنتلاقاو في الفيديو المقبل. ما تنسيش جلبه البيع ديال البرد غادي يكونوا من عندي ان شاء الله لكم باثمنه مناسبه وشي حاجه حصريه اللي غتلبسيها بوحديتك ان شاء الله الرحمن الرحيم كيف ما ولفتو من عندي. حتى انا غنبغي نقول لك بالسلامه، ما تنسيناش من لايكاتكم ومن البارطاج، وشكرا على كلامكم الغزال. نتلاقاو البنات في الفيديو المقبل والى اللقاء.